خاوتي اليوم رانا في الاي بي سي الجيريان بريتش كونكشن لمة جزائرية. خاوتنا اليوم اولا نرحم على ضحايا 8 ماي 1945 ربي يرحم الشهداء. خونا صالح السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مناسبة مؤلمة تاريخيا يعني ضد الاستعمار، وكانت المناسبة هذه أيضا بالنسبة لرابطة الإعلاميين الجزائريين في الخارج باش نتلاقاو كإعلاميين متواجدين في العاصمة لندن، ونضمن هذا اللقاء باش نتعرفوا بيناتنا وباش نبعثوا رسائل أخرى خارج بريطانيا، لأنه يعني لازم نحطوا اليد في اليد ونتعاونوا بيناتنا ونديروا نتورك كبير، وهذه الرسالة تمشي لكل الفئات في النخبة الجزائرية وأيضا بالنسبة للمواطنين والجاليات المتواجدة في المهجر. أولا وقبل كل شيء نرحب بكل من لبى دعوة الرابطة الإعلاميين الجزائريين في الخارج لحضور هذا اللقاء التعارفي لنتعرف عن بعضنا البعض ونتبادل الآراء حول كيفية تطوير هذا المنبر في المستقبل. فكل من لبى الدعوة سيساهم في المستقبل باقتراحات أفكار حتى تكون هذه الرابطة تجمع الصحفيين الإعلاميين والنخبة المثقفة الجزائرية في المملكة البريطانية المتحدة. هذا فقط لقاء تعارفي، ونتمنى إن شاء الله من كل اللي حضروا واللي شاركوا أنهم في المستقبل يساهموا بآرائهم في كيفية تطوير هذا المنبر اللي يجمع الصحفيين الجزائريين في الخارج ويعطيهم أفكار وتصورات، لأنه الغرض ليس فقط الالتقاء وإنما جعل هذا المنبر صرح ثقافي فيه كثير من الإطارات والأفكار الجزائرية اللي موجودة هنا لابد من يعني معرفتها وأعطاها الفرصة لكي تظهر وتبرز. ونستغل هذه المناسبة يعني مناسبة 8 ماي 1945 اللي احنا قررنا نكون هذا هو يوم اللقاء، يعني هو مناسبة أليمة في تاريخ الجزائر. نترحم على أرواح شهداء الأبرار، إن شاء الله يكون الصرح ناجح في المستقبل إن شاء الله. مرحبا، شكرا لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بالجمع في هذه المناسبة الطيبة ألا وهي 8 ماي 1945، ونترحم على شهدائنا الذين كانوا طبعا ضحية لاستعمار غاشم ألا وهو الاستعمار الفرنسي، ونتمنى لكل من يسمع أن في هذه الذكرى أن نخرج فرنسا ثقافيا كما خرجناها من قبل. وشكرا وتحية للجميع، وشكرا لك صالح وللجميع صالح. ما في هذه الذكرى اللي مفروض تكون ذكرى أليمة، أنا أقول أترحم على أرواح الشهداء الذين سقطوا في ذكرى 8 ماي، وأغتنم الفرصة أيضا أحيي كل الجالية الجزائرية الموجودة هنا في بريطانيا، وأيضا أشجع على مثل هذه المبادرات للحمة الوطنية لجمع أفراد الجالية، يعني تحت أي مناسبة سواء يعني 8 ماي أو أي مناسبات أخرى وطنية وعالمية، من الجيد أن نلتقي مع بعض وأن تكون جاليتنا بالقوة وبالتأثير اللازم والمناسب. فالتوفيق للجميع إن شاء الله. السلام عليكم. بمناسبة مرور 71 سنة على مجازة 8 ماي 1945، نترحم على كل الشهداء الأبرار الذين سقطوا من أجل الحرية. أساقين نملال الدكين في لندن، إن أحباس النفس الجزائريين في لندن خدمان تقريب لين أحباس الجزائريين في بريطانيا. نملال الدكين وكنا نرسان بقرنا لنف ذكين يعني الحاجة للهان يوكن أن نرسان بقرنا يوكن أن نخدم فوس فوس يمكن أن نفك المسلمين. أعطيكم صح. أنا حسن زيتوني صحفي هنا في بريطانيا، ووجه نداء لكل الإعلاميين الجزائريين هنا في بريطانيا أن يلتحقوا بنا في الرابطة، رابطة الإعلاميين الجزائريين في بريطانيا. الرجاء الالتحاق، وسنشكل موقع فتصلوا بنا عبر موقع Algerians in the UK on Facebook. إحنا الهدف بتاعنا الجماعة لما اتصلوا فينا من الجماعة في الرابطة من الدوحة، قالوا حاولوا أنكم تنظموا لقاء تعارفي لكل الصحفيين الإعلاميين اللي عايشين في بريطانيا.